فضيلة الشيخ، يقول السائل: صدر فتوى من أحد المشايخ في برنامج سؤال على الهاتف بأن زكاة الفطر على رأيه تخرج بالقيمة لعدم انتفاع الناس بقوتهم. هذا على رأيه هو، هذا على رأيه هو، ما يعرف الناس. إذا صار هو شبعان يحسب الناس كلهم مثله؟ لا، فيه ناس محتاجين ويفرحون بالطعام في يوم العيد، كثير من البيوت يفرحون بالطعام. نعم. أما قولك إن كل الناس أغنياء وكلهم ما يبون الطعام، هذا حكم على الناس بالجزاف. نعم.